حالي، جدي بده ياني وبعت لي سيارته، لو كان بده ياني كان قال لي. طيب معقول هلا رايحه بدون ما تعطيني جواب؟ هي عندك عم تسألها. على شو مستعجلين؟ لسه قدامها 4 سنين دراسة. لسه بدي استنى 4 سنين؟ إذا تجوزتوا ما رح تكمل دراسة. الجواز ما بيأخر الدراسة. أنا ما دخلني، قنع عائلة. خلصنا بقى هلا لا تتقاتلوا، بس ارجع من عند جدي بعطيكم الجواب. عبير، أي ساعة رجع؟ ما بعرف. برجع مثلا مثل ما بدك، باي. لا تضغط عليها عمتي، أنا صرت كبير ولازم استقر. اللي قدك لساتن عم يلعبوا بالشارع. ايه بس عبير رح تشيبني على بكير. اسمعيني جدو، أنا صرت كبير وصار لازم أتقاعد، وأنتي قلتي إنه الطير لازم يستمر. طبعا لازم يستمر، بس فيك أنت وطول مالك موجود. لا لا لا، بهالعمر صار صعب كتير. أنا ما عاد أحكم على الأمور بشكل سليم، يعني صار في عندي اختلاط بالأمور وضعف. خال، إذا عبير ما بدها الله يخليك لا تجبرها. يا بنتي، الطير بده ذهن صافي، وبده حسن تصرف، وبده سرعة بديهة قبل ما يفوت الأوان. بده تقدير سليم، وبده حسم وإقدام وكرم بلا حدود، وبده تضحية ونكران للذات. وانت قدها كلها. مو صحيح هالحكي. الطير ما عنده شيء مستحيل ابدا، وقادر يساعد الناس بكل الظروف وكل الاحيان. بعدين ما شفتي قديش كنت ضعيف بوقتك الاخيره؟ يعني جدو ما كان حدا بيقدر يعمل لي شيء. لا كان ممكن، لو عرفتك مزبوط كنت قدرت امنعك، وهذا اكبر دليل انه حكمي على الامور غير سليمه. جدو انا هلا مالي قدراني اتحمل هالمسؤوليه. انا راح اكون معك، ولقيت مين يحمل سرك ويساعدك. مين؟ شو رايك بنزار؟ نزار صحيح جدو؟ اذا موافقه ببعث بجيبه. بوافق، بس بشرط انك توعدني تضل معي وتوجهني. جابر. نعم خال. قوم جيب نزار. جدو تعرف شو يعني تضل معي؟ أنا معك دائما. يعني تيجي تسكن عندي ببيت عمتي؟ ها إيه، بس اللي سمعته إنك أنت مو موافقة. نعم بلا، عليك موافقة. أنا مالي موافقة، يعني إذا صار شي بيني وبين تحسين هذا ما إله علاقة بعرس عبير، هن بيحددوا عرسهم على كيفهم. طبعا. لك الخميس الجاي شو رأيك عمو؟ شو نص يا جماعة؟ شايف الكل بده يتزوج، طيب وأنا؟ أنت؟ أي لكان شو؟ إذا حضرتك أخذتي بسام وخالو أخذ الست هند والأستاذ كمال أخذ الست وعد، طيب وانا؟ من حقك لازم تدبر لك وحده. لا انا وحدتي موجوده. عفاف قبل ما تكون مرتي كانت رفيقتي وتربينا سوا، ومنحي رجاله بعد السنين كلها. جابر شو نسيت شو عملت معك؟ لا يا خالي، عفاف ما عملت شيء، أنا اللي عملت. أنا اللي طلقتها وبقت كانت هي بتستناني العمر كله بسبب تشردت عبير، وعفاف تزوجت أنور، وأنا سبب كل شيء مصايب بهالدنيا. ما في مصايب وكل الأمور انتهت على خير. بابا أنت من حقك تتجوز، من حقك ترجع لماما، بس يا ترى هي بتوافق؟ بتوافق يا بابا، بتوافق.
توفى. أمك ما بقي لحدا غيري وأنا ما بقي لحدا غيرها. مين هاد جدي؟ انت ما بيهمك. اصطف لي دياب. اذا بتمد ايدك علي بكسرها. بسام انت ما دخلك، بعد عن وشي احسن لك. خلص خلص من دون ما تنبشني، انا طالع كل يلي معي. اهلين بسام، تعال تفضل فوت. وين كنتي؟ كنت برحلة. انت ومين؟ انا ونزار ورامي. كذابة، هلا شفت نزار وحكالي كل شيء. حكالك؟ شو حكالك؟ قال لي كل شيء. طيب مدام تعرف ليش جاي عم تسألني؟ بدي اعرف وين كنتي ومع مين. انا هلا تعبانة، تعال بكرة منحكي. عبير ايه؟ عم بحكي معك هلا، بدي اعرف. هذا كان املي فيك، انت بس اللي العالم. لو كنت زعلت منك كنت خيبت املي. انا من سنين واقع بين نارين، بين موقف أهلي منك بالأول وبين مسؤوليتي تجاهك. شرفتي؟ استني وين رايحة؟ عم بحكي معك، طلع فيني. لما بتصير قد المسؤولية ساعتها بتجي وبتحكي معي. ليك يا عبير، أنا صار لي أسبوع متضايق منك، لا تطلعي علي بالعالي. كيفك يا حلوة؟ تروحي معي مشوار؟ ما بدي، ما بطلع بهي السيارة المهرهرة. ايش شرفي بلا منفخة؟ عم قلك ما بدي، مستحيل اركب فيها. روح جيب لي سيارة مثل العالم والناس. هاي سيارة جدك شاكر، يعني فيها ريحته، تفضلي. يا حبيبي. زين، هلا بدك تنزل، عم تكذب علي، ما انا بورجيك. وحدة بوحدة. نزلتي على السيارة؟ خوفتني، خفت عليك من الشرطة. أنا آسف، بس أنت السبب، كانت مسحة إيدي. بسام، أنت بتعرف مشاعري تجاهك، وأنت أملي الوحيد بهالدنيا، بس المشاكل الجديدة خلتني أتعب شوي، وأنا هلأ محتار. مبروك، عجبك؟ حلو، بجنن. إيه بس مو هيك بيلبسوه، لبيه. أنا بحب ألبسه هيك، وخصوصي لأنه منه.